ما الأسباب التي تدفع الباحث العلمي لكتابة البحث العلمي بشكل مرتب؟ إن أول سبب قد يدفع الباحث إلى كتابة البحث العلمي هو حب المعرفة، حيث هناك العديد من الأفراد يميلون إلى المعرفة بما يتعلق بموضوع بحثهم، بالإضافة إلى رغبة الباحث العلمي في الحصول على درجة علمية، إما أن يحصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. ثانياً، حب التباهي أو الظهور أمام المجتمع، حيث تكون الترقية في العمل أحد أسباب كتابة بحث علمي حول موضوع أو ظاهرة أو مشكلة معينة. ثالثاً، قد يتجه الباحث العلمي لكتابة البحوث العلمية للترقي في السلم الوظيفي خاصة في الجامعات، والاهتمامات الشخصية بموضوع معين، حيث أن الاهتمام الشخصي بموضوع معين سبب كاف للبحث عن المعلومات المتخصصة في هذا الموضوع والتعمق بها. رابعاً، هو وجود مشكلة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو علمية وغيرها. خامساً، هو زيادة الدخل القومي، حيث تحاول الدول من زيادة دخلها القومي بطرق مختلفة، لذا يقوم الباحثون بالبحث في مجالات متعددة لكيفية استغلال الثروات وظهور حاجات جديدة، فهذا مما ترتب على التطور والتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الحياة للارتقاء بمستوى معيشي أفضل. هنا يظهر دور الباحثين لإيجاد طرق للإيفاء بهذه الحاجات والرغبة في تفسير بعض الظواهر.